ورجعنا لكم مره اخرى. عندي خبر مهم جدا. أناب المستشار عدلي منصور رئيس الجمهوريه الكابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضه لحضور افتتاح دوره الالعاب الشتويه بروسيا في مطلع فبراير المقبل، كما اصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء قرارا تنفيذيا بسفر الوزير طاهر ابو زيد بناء على تعليمات رئيس الجمهوريه، ويحضر الحفل العديد من رؤساء الدول المشاركه في الدوره، بينما جاء اختيار ابو زيد لكونه وزيرا للرياضه ولاعب اولمبي سابق ولانشغال رئيس الجمهوريه باداره شؤون البلاد في تلك الفتره. معنى ان طاهر ابو زيد هيسافر فبراير، يبقى معنى ان هو قاعد لغايه فبراير. يعني ده خبر مهم. اتفضل يا تامر نكمل الحلقه. نكمل حفل تشكيل التشكيل خلاص. شفنا نخش بقى الجوائز الاخرى. افضل مدير فني للسيدات، بس انا متهيألي ما جبناش زلطان، هو جاي ده عملاق بقى. لا، ما هو زي ما قلت لك، هو تم عرض الاجوال لكن الاعلان عن الجول الكسب اللي هو طبعا جول زلطان. لا، زلطان قصدي وهو داخل بقى هياخد الجائزه. لا، ما هو انا بقول لك في الاخر تم الاعلان عنها. طب هو مش كان عرضوا الثلاث اجوال؟ ما كانش في التشكيله؟ كان في التشكيله طبعا. يبقى اكيد هيبان بقى ان هو عملاق. طبعا ما سجلوا معاه. انا ما شفتش وزلطان داخل. سجلوا معاه. تمام، اتفضل تامر. لكن اللي انت شايفه دي افضل لعيبه في العالم؟ لا، ده فريق فولسبورج بطل دوري ابطال اوروبا. المديره الفنيه سيلفيا نايت دي المدير الفني الالماني، يعني المدربه الالمانيه لمنتخب المانيا واللي كسبت مع منتخب المانيا يورو 2013. تمام. هو بيستعرض لك الثلاث مدربين او أمريكا. المدربات بقى، يعني هو في مدرب واثنين مدربات. دي السويد تقريبا، دي من منتخب السويد. سيلفيا نايت دي الالمانيه، ورالف كيلرمان السويد دي المدرب ده، راجل مدرب فولسبورج اللي كسب الدوري ابطال اوروبا، وساند هاجل كده هيدوها الواحده اكيد يعني. اللي كسبت سيلفيا نايت المدير الفني او المدربه الالمانيه لمنتخب المانيا لانها كسبت يورو 2013. تمام. هي اللي في النص، وهي لحظه الاعلان عن الفايز. دي احسن مدير فني للسيدات. تمام، ما انا مش عاوز اقول بقى لان كان في الجائزه في واحد راجل. مدرب مدرب فولسبورج مدير فني للسيدات. تمام، هي عندها 49 سنه، وزي ما قلت لك هي مدربه منتخب المانيا اللي فازت بيورو 2013. على السير اليكس فيرجسون بقى. الثلاث مدربين الرجاله اللي كانوا بينافسوا، لكن وائل اقول لك سريعا، سيلفيا نايت حصلت على 30.29% من الاصوات. 30.29% من الاصوات. تمام. اقول لك بس يا كابتن خالد سريعا عشان يبقى المشاهدين يبقوا معانا في الصوره، نظام التصويت قبل كمان ما ندخل على المدربين، لان ال 11 لاعب ما كانش فيه تصويت عليهم. هم اختاروهم كده يعني. دي من قبل اللجنه الفنيه للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. تمام. النظام التصويت في 209 دوله هم الاعضاء في الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. تمام. ال 209 دوله دول بيطلع منهم مدرب كل منتخب، كابتن كل منتخب، صحفي من كل دوله، من كل دوله لجوائز الرجاله. كابتنت بقى الكل منتخب، كابتنت او مدربه او مدرب المنتخب السيدات، وصحفي ولا صحفيه يعني سبحان الله، اللي هنا في مصر اللي صوت على جوائز الرجاله صحفيه، ايناس مظهر. ايناس مظهر الصحفيه اللي في الاهرام. صحيح. صوتت على الرجاله. واللي صوت على السيدات الصحفي الكبير كابتن اشرف محمود. والله فعلا هو اللي صوت على، وسبحان الله اختارنا دي. المعلق المميز. والمعلق طبعا مميز، هو يعني في غنى عن التعريف. تمام. واختار نادين الجول كيبر. واحمد حسن بقى مين كابتن منتخب مصر؟ ابو تريكه؟ مين؟ لا، وائل جمعه. وائل جمعه اللي صوت؟ ومع بوب برادلي. دول الرجاله. تعرفش مين ادوا لمين؟ معايا الاصوات كلها. طب قول لي وائل جمعه وبوب برادلي ادوا لمين؟ وائل جمعه؟ ايوه، كابتن منتخب مصر ادى لمين؟ وائل جمعه ادى كريستيانو رونالدو. رقم واحد. يعني اخد خمس نقط. انا عايز اقول لكم حاجه يا جماعه عشان الاهلاويه بس، وائل جمعه خان برشلونه عشان الاهلاويه بيشجعوا برشلونه، فكان المفروض يدي لميسي، هو ادى كريستيانو رونالدو. ونمره اتنين مين؟ فرانك ريبيري. الله الله الله، ده راح ميسي في الاخر كده. وثلاث نقط. المفاجاه انه ما اختارش ميسي خالص في اول ثلاثه، وثم هو اختار الثلاث لعيبه اللي اخترتهم في قبل الحفله. بس هو عكس، اختار زلاتان ابراهيموفيتش. تمام. وبوب برادلي
دي في الكباتن. المدربين اختار كريستيانو تقريبا، انا فاكر كده. على فكره في نمره واحد وقتها قالوا ان هو اختار ميسي. والمفاجاه ان انا بصيت فعلا ما اختارش ميسي. ده على الموقع الرسمي بتاع الفيفا. بوب برادلي اختار كريستيانو رونالدو اول واحد واداله 5 نقط. فرانك ريبيري رقم 2، ايه ده زي وائل جمعه. فرانك ريبيري رقم 2 واداله 3 نقط. وزلاتان ابراهيموفيتش رقم 3 واداله نقطه واحده. تمام، نروح بقى نكمل نظام التصويت سريعا. ال 209 دوله دول خلاص قلنا هنا كابتن والمدرب وصحفي، وهنا كابتنه ومدربه او مدرب وصحفي. تمام، يعني انت بتتكلم في 6 اشخاص من كل دوله. تمام، 6 اشخاص هتضربهم في 209 هيطلع لك اللي من حقهم التصويت 1254 صوت. تمام، عاوز وقفنا عند افضل مدير فني. افضل مدير فني الثلاثه كانوا متوقعين ان هم يوصلوا للمرحله النهائيه، يوب هانكس المدير الفني الالماني والمدير الفني السابق لبايرن ميونخ اللي حصل على الثلاثيه الشهيره، يورجن كلوب طبعا، سير اليكس فيرغسون اللي انهى مشواره كمدير فني، المدير الفني السابق الاسكتلندي طبعا السابق لمانشستر يونايتد، وثالث واحد يورجن كلوب المدير الفني الالماني لبروسيا دورتموند. تمام، الثلاثه اللي وصلوا للمرحله النهائيه ولحظه التقديم ده طبعا ما فيش اختلاف عليه، ده كانت معروفه كابتن خالد. يعني بس انا كنت شاكك انه ممكن يكرموا السير اليكس فيرغسون. تمام، هو برضه هما الثلاثة يستحقوا، لكن خلينا برضه نقول اللي خد البطولات هو اللي اخد اللقب اللي فاز يعني بالجائزة. بس خلينا برضه نقول ان دييجو سيميوني من وجهة نظري برضه كان اتظلم شوية. طبعا المدير الفني لاتلتيكو مدريد ممكن السنة الجاية، بس هو تمام. مش اتظلم شوية يعني، هو السنة دي ماشي احسن من السنة اللي فاتت، هو خد كاس يعني لو وقفنا، لكن برضه يورجن كلوب احسن. يعني ما هو ده برضه اللي حير الناس يا كابتن خالد. ما هو ده السؤال برضه، هو ده اللي حير الناس. طب انتوا اخترتوا يورجن كلوب باماره ايه؟ وصل نهائي ما اخدش اي لقب. ايوه بس وصل نهائي دوري ابطال اوروبا. تمام، يعني انتوا بتقيموا وخد كاس السوبر الالماني بس، ما لكن ولا على مستوى اوروبا ولا على مستوى الدوري ولا على مستوى الكاس. انت ما معكش هو السوبر المجموعه واللعيبه، هو اللي صنع اللعيبه وهو اللي عمل. ريال مدريد بيجيب اللعيبه جاهزه وبرشلونه تمام. ما ده اللي انا بقى كنت عايز اقول لك عليه، يعني ان الراجل هو طور في اسلوب زي دييجو سيموني. زي دييجو سيميوني المدير الفني الارجنتيني لاتلتيكو مدريد. تمام، اللي فايز بالجائزه طبعا المدير الفني الالماني يوب هانكس اللي عنده 68 سنه وحصل على 37.30% من الاصوات. تمام، وهو اللي فاز بالجائزه. المدير الفني لمنتخب انجلترا صح؟ روي هاتسون. المدير الفني لمنتخب انجلترا، وهو بيعلن عن الجائزه اللي فاز بيها زي ما قلنا يوب هانكس صاحب الثلاثيه التاريخيه، احسن مدرب في العالم 2013. تمام، شرف كبير ده، اعتقد ان هو يستحقها بكل المقاييس. هيرجع ضرب تاني يا تامر؟ ممكن في كلام يعني. تمام، في اخر الحفل زي ما انت كنت مستعجل على الهدف، احلى هدف في عام 2013. تمام، جه الوقت الاعلان عنه بالتاكيد كانت أعتقد معروفه. كمان كان في جائزه البيلي شرفيه. تمام، عن ده نيمانيا ماتيتش اللاعب اللي اتنقل لتشيلسي. دول الاهداف تاني لحظه الاعلان عن الهدف الفايز. طبعا بالتاكيد، اصل معنى يا كابتن خالد ان هو الهدف يجي في 2012 ويعملوا له استثناء ويدخلوه ضمن اهداف 2013 يبقى في حاجه، يعني يبقى اكيد هو اللي هيكسب. فكان باين جدا، رغم ان الهدفين التانيين هدفين حلوين جدا. وده هدف نيمار قدام اليابان في كاس افتتاح كاس القارات اللي كانت في البرازيل واللي كسبتها البرازيل. ده كان اول اهداف في المباراه. لحظه الفوز، لحظه الاعلان عن الهدف الفايز، مين اللي هيعلن؟ مين اللي اعلن؟ جوليو سيزر الحارس البرازيلي لكيو بي اي كوينز بارك رينجرز، وبالمناسبه كان زميل زلاتان. يعني الاثنين لعبوا في الانتر. عملاق برضو، عملاق ورئيس الوزراء. خلي بالك كابتن خالد عشان برضو الناس كانت بتسال مين ده، ده رئيس وزراء المجر. تمام، وهتقول لي اشمعنى المجر؟ لان الجائزه اصلا افضل يعني اللي ماسك بوشكاش. وبوشكاش بلده ايه؟
مجر. يبقى هم جابوا رئيس الوزراء كأنه يعني صحيح. المجر هي اللي بتقدم. صحيح. هو بالنيابة عن بوشكش. تمام. اللي هو اللي بيقدم الجائزة. تمام. لزلطن العملاق طبعا اللي فاز بأحلى هدف في 2013 رغم أن الهدف بتاعه كان في 2012. زلطن حصل على 48.7% من الأصوات. تمام. كان أقرب هدف ليه. نص الأصوات طبعا. شبه نص الاصوات. نيمار هو من غير ما اعرف مع ان الهدف الثاني احسن. انا معاك بس هي بتتاخد بالاسم والنوعيه وما اعرفش كده. انا معاك والله. الثاني والله هدف احلى طبعا. ماتيتش. ماتيتش اخذ 30. نيمار عفوا اخذ 30.8. ماتيتش حصل على 20.5. تمام. نروح لجائزه احسن لاعبه في العالم. تمام. الثلاثة برضو اللي كانوا بينافسوا هم اللي تقدموا في أول الحفلة مع الثلاث لعيبة الرجالة. نادين حارسة بقى منتخب ألمانيا. مارتا اللي مش جديدة عليها أن هي بتنافس كل سنة في الفترة الأخيرة بتنافس على جائزة أفضل لاعبة في العالم. لعبت دور كبير جدا يا كابتن خالد مع منتخب ألمانيا. كابتن خالد بتتصدى لضربات الجزاء زي ما الكتاب بيقول. يعني بتجيد التصدي لضربات الجزاء بصوره مخيفه. بتروح بتاخد خطوه لقدام بتفرد جسمها بتسد يعني باللغه كده بتسد المرمى. حارسه جامده جدا. وهي كانت الكابتن اللي رفع كاس يورو 2013. مارتا طبعا النجمه البرازيليه الشوله اللي متالقه في الفتره الاخيره. ثم ايبي وامباك اللاعبه الامريكانيه اللي عندها 33 سنه اللي كانت في 2013 حصلت على في 2013 حصلت على الجائزه بس عن عام 2012. تمام. طب بس ما قبل الإعلان تامر بعد إذنك بس معنا على التليفون الصحفي والناقد الرياضي تليفون مهم الأستاذ محسن لملوم. أستاذ محسن زي حضرتك. أهلا ازيك يا كابتن خالد. تحياتي لحضرتك وتحياتي لصديق الأستاذ تامر برد. أستاذ محسن أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. أستاذ محسن قول لي إيه اللي عندك؟ أخيرا يا كابتن أصدر الستار على موضوع كريم السيد حمدي والحمد لله الولد اتلقى دلوقتي الحمد يعني لله من حوالي ساعة كده تقريبا خلاص. الموضوع اللي هو الخرف ده اللي هم الجماعه اللي كانوا خاطفينه خلاص بعد جهود طبعا رجال الامن والداخليه والشرطه خلاص ربنا سهل في الموضوع الولد خلاص رجع لاهله يعني الحمد لله. يعني طلع سليم من طلع اشاعات كتير قوي الفتره اللي فاتت كان مخطوف وكان الناس عايزين فديه صح؟ بالظبط هو كان مخطوف بالفعل وكان فديه ما كانش فيه الحمد لله الاشاعات اللي طلعت بغرقه او وفاته دي مش صحيحه. صحيح كان في طلعت اشاعه انه غرق وحاجه كده. لا لا الحمد لله الولد عايش وسليم وقدامنا وانا بكلم حضرتك الولد قدامي بس طبعا مع يعني هو طفل صغير مش مدرك اصلا اللي حصل له. يا حبيبي. هو هنا في احنا هنا في القاهره في في في, في المريوطيه عند المقهى الخاص بتاع سيد حمدي هو والده حتى لسه ما شافوش هم اتصلوا عليه من الفيوم عشان يجي يشوف ابنه بس. طب ولقوه فين يعني الامن هو اللي جابه؟ الامن طبعا جهوده ما يعني ما اقدرش انكرها طبعا هم السبب الرئيسي في ده بس خليني يا كابتن اتحافظ بس على الطرق والوسيله وكده عشان بس يعني ايه الامن صحيح. لسه عنده تحريات وكده فخلينا نحترم طبعا جهودهم او تحريات. المهم ان كريم السيد حمدي رجع الحمد لله. رجع ومفيش اي حاجه وحتى الحمد لله يعني مش مدرك اللي حصل له يعني هو مش مدرك الطفل لسه عنده 5 سنين. حبيبي انا جبت على فكره كنا عاملين معاه لقاء امبارح جبته. بالظبط فهو الحمد لله الحمد لله رب العالمين الولد يعني الحمد لله بس هو يعني بقول سليمه يا استاذ محسن ما فيهوش حاجه. لا سليم تماما وبفضل الله والحمد لله خلص خلاص ما فيش حاجه هم يعني طبعا بعد الضغط بتاع الامن وكده يعني الحمد لله بدون اي فيديو بدون اي حاجه وبسال طبعا ايه اتحفظ طبعا على بعض التفاصيل. طيب وكابتن سيد حمدي جنبك؟ كابتن سيد حمدي جنبك؟ سيد لسه ما وصلش احنا قاعدين في انتظار اهو هو لسه ما وصلش بس ما شفته في الطريق يعني. طب الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بس لو وصل اخليه يكلم حضرتك. شكرا يا استاذ محسن على المعلومه المهمه دي وبشكرك جدا على مداخلتك. خبر طبعا مهم مهم جدا جدا وبنقول يعني للسيد حمدي الف حمد لله على سلامة ابنك. الف حمد لله على سلامة ابنك يا كابتن سيد الحمد لله رب العالمين. على فكره النادي الاهلي كان مديله اجازه مفتوحه لغايه ما يلاقي ابنه والحمد لله انه لقاه. اتفضل يا تامر كمل. احسن لاعيبه في العالم. احسن لاعيبه في العالم زي ما قلنا اللي فاز بيها نادين الحارس حارس منتخب المانيا اللي فازت بالجائزه نظرا للدور الكبير اللي لعبته ومساهمتها في الدور الكبير. ديمي هام
دي كانت لعيبه سابقه. ايوه صحيح في امريكا. ايوه برافو عليك. عارفه ميا هام طبعا كان في لعيبه سابقه لمنتخب امريكا. لحظه الاعلان عن فوز نادين اللي لعبت دور كبير في فوز منتخب المانيا. طبعا الكابتن اللي رفع يورو 2013 اعتقد كان ليه نصيب ان هو اللي يكسب الجائزه، لان ما كانش من المنطق ان هو ان حد تاني يكسب الجائزه غيرها. زي ما قلت لك كانت لعبت دور مهم مع منتخب. تعال نروح بقى للوحوش بقى، للوحوش جائزه احسن لاعب في العالم. طبعا برضو فيها تشويق برضو يا كابتن خالد، يعني عاملين زي فيلم مصغر كده سريعا لكل واحد، يعني كل واحد بيكلم نفسه في المرايه في اوضه اللبس وبيتكلموا على الثلاثه اللي العالم كله كان مستني مين فيهم اللي هيكسب جائزه افضل لاعب في العالم عن عام 2013. طبعا الاول المرشح الاول كريستيانو رونالدو، التالق الرهيب والمخيف اللي كان فيه في 2013. بعض اللقطات ليه مهاراته بشماله بيسدد، بيمينه بيسدد، براسه بيسجل، عمل كل حاجة في 2013. الهاتريك الشهير ليه اللي قاد بمنتخب بلاده البرتغال للتأهل لكأس العالم 2014 في البرازيل بعد الفوز على السويد. يعني حدث ولا حرج على تألق كريستيانو رونالدو. أبرز اللقطات اللي هو نجم البرتغال اللي عنده 28 سنة واللي بيلعب في ريال مدريد. طبعا المعلق حتى هو بيتكلم بيقول ان بيجيب له ابرز اللقطات اللي رفعت من اسهمه. يعني هو الراجل بيقول ان هو طبعا هو لسه دي اللحظات اللي قبل الاعلان عن الجائزه، لكن رفعت من اسهمه ان هو يدخل في اخر ثلاثه في المرحله الاخيره في اختيار افضل لاعب في العالم. طبعا غرفه الملابس في ملعب سانتياغو برنابيو وهو نازل، دي الدخله الشهيره بتاعتهم في مباراه بروسيا دورتموند وجماهير ريال مدريد اللي دايما بتستنى منه الكتير. حاله التركيز اللي دايما بتنتاب كريستيانو رونالدو قبل كل مباراه وهو نازل من غرفة الملابس، دي لقطة في مباراة دورتموند وهو نازلين، ودي مباراة جلاتا سراي الهدف اللي سجله بالقدم اليسرى. أبرز لقطات لي يعني عن عام 2013. كريستيانو رونالدو كان كل الناس متوقعة أو هو كان رايح بمثابة أنه بيحتفل بالفوز بالجائزة، لأن زي ما أنت قلت في بداية الحلقة كان رايح هو وزوجته وابنه وأمه والعديد من أفراد عيلته، فكان باين أنه هو ان الخبر متسرب له، وخاصة بعد ما هو طلع قال ان انا مش هروح الحفلة وبعدين رجع في كلامه وقال هروح الحفلة. ليونيل ميسي طبعا النجم الارجنتيني الشهير لبرشلونة في 2013 على الرغم من تعرضه لاكثر من اصابه، وحتى الفتره الاصابه الاخيره غاب بسببها شهرين كاملين ما لعبش فيهم كوره، يعني ادي شهرين طاروا من السنه 2013 ما لعبش فيهم كوره. لكن خليني اقول لك كابتن خالد، واضح ان الاثنين، واضح ان المنافسه هتبقى في 2014 جامده ما بينهم، واضح ان الاثنين زي ما يكون مستحلفين لبعض. ميسي عاد بقوة قدام ختافي في كاس إسبانيا ومسجل هدفين. هنشوف بكرة إن شاء الله هدف مخيف لكريستيانو رونالدو في ريال بيتيس اللي سجله الهدف الأول، برضو هو بيكلم نفسه في المراية، يعني اللي عمل التقرير مفيش أروع من كده. أهداف وأبرز لقطات وأهم لقطات لميسي في 2013 على الرغم زي ما قلنا ان هو غاب فترات طويلة عن المشاركة مع برشلونة، لكن تظل اهداف ليه اهداف وليه لمحات فنية. ده هدفه في اياكس امستردام، ده هدفه في ده ممكن يكون ريال ساراغوسا في الدوري الاسباني. اللحظات طبعا الكرة اللي هتلعب بيها في كاس العالم كل واحد ماسكها، الثلاثة طبعا متأهلين لكاس العالم، الثلاثة اللي كانوا بينافسوا على الكرة الذهبية، ميسي مع الأرجنتين، كريستيانو رونالدو مع البرتغال، ريبيري مع فرنسا. بس الاثنين التانيين في الملحق. مظبوط، البرتغال وفرنسا. تمام. غرفة الممر المؤدي لملعب الكامب نو، غرفة ملابس برشلونة والصورة بتاعته اللي على الحيطة، ونزوله ملعب الكامب نو، دي مباراة ميلان الشهير أتلتيك بلباو، الهدف الشهير بتاع أتلتيك بلباو السنة اللي فاتت لما فات من حوالي 3-4 وحط هدف، ده هدفه في باريس سان جيرمان اللي حطها بشماله. يعني أبرز اللقطات وأبرز الأهداف بتاعته في 2013. برضو يظل ميسي يا كابتن خالد، يعني يعني يظل ميسي، خلينا برضو نديله حقه، مش معنى ان هو اتصاب على فكره كمان ده، وكمان عايز اقول حاجه، ده اصغر واحد فيهم سنا. تمام.
26 سنة، فرانك ريبيري 30 سنة، رونالدو 28 سنة. تمام. نيجي للموسم الأول، عام بلاش الموسم، هو طبعا موسم وعام استثنائي بكل المقاييس، مش بس الريبيري لبايرن ميونخ، فرانك ريبيري النجم الفرنسي الشهير لبايرن ميونخ اللي عنده 30 سنة، حدث ولا حرج على إنجازاته في 2013 سواء الجماعية كابتن خالد أو الفردية، يعني لو أنه فردية هو فاز بأفضل لاعب في فرنسا، فاز بأفضل لاعب في ألمانيا، فاز بأفضل لاعب مظبوط، فأفضل لاعب كأفضل لاعب في أوروبا، فده على الصعيد الشخصي. ده الأسيست اللي عمله ضربة مصيدة التسلل في ظهر المدافعين لروبن، الهدف الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان ليه دور برضو في الهدف الثاني لما استلمها وعملها بالكعب لروبن، هي صحيح خبطت في على ما اتذكر كان بيتشيك او بيتشيك او ماتس هوملز، ده الجول اهو يا كابتن خالد اللي بكلمك عليه، خبطت في بيتشيك، في روبن خدمت روبن وراحت وروبن حطها على السبتة وعشان يسجل بيها الهدف في الفوز لبايرن ميونخ، وهو كان اول واحد من المهنيين لروبن لانه يعتبر لعب دور كبير في الهدفين. دي الدخلة اللي كان عملها بايرن ميونخ وقت كاس العالم للأندية، البطولة بالمسمى القديم او مظبوط، اللي هو طبعا هو بيكلم نفسه، يعني كأن كل واحد فيهم بيكلم نفسه، ها هتكسب الجايزة، معقولة تكسب الجايزة دي؟ الألقاب بقى نسينا نقول الإنجازات الجماعية، الفوز بالخمس بطولات في عام واحد هو عام 2013، الفوز بدوري ألمانيا، الفوز بكاس ألمانيا، الفوز بدوري أبطال أوروبا، الفوز بالسوبر الأوروبي، نسينا حتى كمان صحيح في الصورة دي الإنجاز الشخصي بجائزة أفضل لاعب في كاس العالم للأندية الصورة اللي فاتت، من ضمن الألقاب دي لقطة 2013 طبعا اللي نايم فيها ميسي وفي مباراة 4-0 في ميونخ، ده هدفه في السوبر الأوروبي، ده هدفه في جلادباخ، لسه هدفه كمان الرائع في جلادباخ اللي أخدها بشماله، ده هدفه في سيسكا لما حطها فات وحطها من تحت، من أخدها من تحت لوب كده، في ده هدفه في ده أحلى جول جابه في 2013 لما أخدها وان شوت على طول بشماله رغم أنه مش أشول في أقصى الزاوية الشمال، كان هدف في جلادباخ في الدوري الألماني. من ضمن الألقاب طبعا بيلي، وهو بيعلن عن افضل لاعب في العالم ل 2013، وكريستيانو رونالدو اللي اخيرا فاز بالجائزه. قول بس ترتيب الاصوات كام في الميه؟ كريستيانو رونالدو حصل على 27.99% من الاصوات، يجي في المركز الثاني ليونيل ميسي 24.72% من الاصوات، فرانك ريبيري 23.36%. بس عايز اقول حاجه، قريبين من بعض قوي الثلاثه، يعني ما فيش حد فارق بفرق كبير يعني. ريبيري فرق هو ليه قاعد يعيط يا تامر؟ بص يا كابتن خالد، طبعا وجهه نظري الشخصيه، ده ابنه كريستيانو، هو حتى شكله شويه كابتن اسمه خالد. ابنه كريستيانو برضو يعني زي محمد بس محمد ابو تريكه، انا بعد اذنك يا محمد يبقى كريستيانو ابو تريكه بس طيب هنعلق على البكاء. بص مراته، نعلق على البكاء، وجهه نظري الشخصيه ان الراجل ده بيعيط، او اولا دي امه طبعا وهي مش قادره تشوف ابنها بيبكي قدامها طبعا لحظه تعاطف الام مع الابن. وجهه نظري الشخصيه كابتن خالد، هو البكاء هو بيطلع شحنه كبيره سنه كامله قاعد فيها تحت اعصابه، ان هو الراجل لازم ينافس على جائزه الكره الذهبيه، وتاني حاجه بكاءه احساسي كده وانا قاعد بتفرج، ان الراجل ده بكاءه بيقول انا اتظلمت كتير في السنين اللي فاتت كنت استحقها، وزي ما يكون نفسه صعبان عليه وبيصالح نفسه باحلى جايزه ممكن لعيب يتمناها في العالم، ان العالم كله واقف بيتفرج على اعظم لاعب في العالم. شكر كل الناس يا كابتن خالد، شكر زملائه سواء في منتخب البرتغال في ريال مدريد، شكر النادي اللي ساندو ريال مدريد، حتى الصوره جت على فلورنتينو بيريز وقتها، شكر امه ومراته، شكر كل العيله، زوجته، شكر كل الناس اللي ساندته، ان هم كان ليهم دور كبير في فوزه بالكره الذهبيه كافضل لاعب في العالم. قبل بقى ما نروح وائل ونقف بس ثواني بقى عند الفيلم بتاع كريستيانو رونالدو، هنيجي بقى على الفيلم ده، جامد قوي وانفراد على فكره، هتشوف فيه لقطات مهمه ما حدش شافها. طب قولي تعال نشوق الناس كده، اهم لقطه فيه اللي هي ايه؟ هي الحاجات القديمه اللي هو ما حدش شافها مع سبورتنج لشبونه، اللي هي ابتدوا يتكلموا ده فيه لعيب كويس عايزين ناخده في مانشستر يونايتد. تمام، هي كانت كدا؟ زي ما قلت لك الحلقه اللي فاتت، هي كانت مباراه كان 18 سنه في 2002 2002 وعنده 28 سنه دلوقتي. تمام، يبقى كان، لا كان عنده 16 بقى،
17 واحده واحده هنفرض ان احنا في 2013 شيل 10 سنين بقينا في 2003 شيل 11 سنه كان عنده 17 وشويه تمام يعني زي ما انت قلت 18 17 يعني. وشويه يعني 18 انت عارف ان زي ما قلت لك الحلقه اللي فاتت ان المساعد في الوقت ده السير اليكس فيرجسون كان هو كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي اللي هو مدير فني منتخب ايران دلوقتي المدير الفني اللي بيها كاس عالم تمام هو كان المساعد بتاع اليكس فيرجسون في الفتره دي كان اعتاد مانشستر يونايتد يروح يعمل فتره الاعداد برتغال. في البرتغال الراجل يعني بيعرف يجيب لهم ملاعب كويسه فنادق كويسه والجو كويس في البرتغال ما هياش من البلاد البرد صحيح بتبقى فتره الاعداد في الصيف لكن برضو بيبقى فيه احيانا بلاد بتبقى برد في الصيف زي فرنسا بس فعمل ماتش وبعلاقاته طبعا راجل مدير فني برتغالي فبعلاقاته بيعرف يعمل مباريات وديه مع انديه البرتغال فعمل مباراه وديه مع سبورتنج لشبونه بين جامعه بين طبعا سبورتنج ومان يونايتد المباراه تالق فيها بصوره ملفته للنظر كريستيانو رونالدو كان بيلبس 28 في سبورتنج لشبونه وبالمناسبه ده كان الرقم اللي كان عاوز يروح يلبسه لما اتنقل لمانشستر يونايتد حتى هو قال انا عاوز ابعد عن العظماء اللي لبسوا رقم 7 فين في مانشستر يونايتد لان بالمناسبه كابتن خالد وهتشوفها زي ديفيد بيكهام مثلا لسه هقول لك حتى هتشوفها في التقرير يعني هتشوف في الفيلم اللي معمول عنه طب ما انت هتشرحهولك هشرحهولك لكن هتشوف اللقطه دي في الفيلم قبل ما نعرضه في الفيلم بيعرض لك ان في الفتره دي كان ديفيد بيكهام قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد وقرر الانضمام لريال مدريد فاليكس فيرجسون وعشاء المانيو كانوا مستنيين مين النجم اللي هيجي يحل محل ديفيد بيكهام واللي هيلبس رقم 7 وكان صراحه قد ديفيد بيكهام 100 مره كلاعب كوره مفيش مقارنه صراحه يعني صراحه يعني ديفيد بيكهام يكسب في حاجات تانية حتى في الشياكه كريستيانو برضو جابت مش سهل يعني ديفيد بيكهام يعني بتاع اعلانات وبتاع كريستيانو برضو مش سهل خلي بالك برضو هتشوف في الفيلم يعني المراحل اللي عدى بيها كريستيانو رونالدو لغايه لما بقى نجم اعلانات وكذا بيعمل كذا اعلان بس طبعا قطعت لك في المنتجات اللي عمل ليها الاعلانات علشان ما تبقاش دعايه اعلانيه اقول لك ايه نبيل مجدي فوده مش عارف نبيل المسيحي ولا لا بس هو عشان احنا قلنا ريبري مسلم فبيقول لي ايه كابتن تامر والله لو كان ريبري يهودي برضك كنت هتقول قصده يستحقها يا عم كلنا عارفين انه منافس من البرنس كريستيانو رونالدو لا ما بحبش ادخل الموضوع الدين لا هو بصراحه انا لما بقيم لعيب كوره انا بقيم لعيب بص يا كابتن خالد مع احترام يعني لو انت سالتني مين افضل لعيب مصري احترف في اوروبا هقول لك هاني رمزي بمسافه رهيبه بينه وبين اقرب واحد رغم ان وجهه نظر بص يا كابتن خالد بص يا كابتن وجهات نظر انا بتكلم على البطولات اللي حصلت عليها بص يا كابتن خالد مقياس اللعيب بالنسبه لي الله يفتح عليك بس انا بالنسبه لي المقياس هاني رمزي عدى عليك صاحبك بص الكوره ما فيهاش صحاب ما فيهاش قرايب ما فيهاش اي حاجه انت بتقيم زي ما بنقول كده بما يرضي الله طيب تعال نروح الفيلم قبل ما نروح الفيلم صحيح. هاني رمزي عدى عليه 600 مدرب ما فيش ولا واحد فيهم قعدوا احتياطي تمام يبقى ده راجل بياخد باله من صحته مركز راجل عنده استمراريه في الملعب راجل لعيب تكتيك يعني انا بقول لك من وجهه اصل ما فيهاش لان ما بحبش ادخل موضوع الدين ده خالص في انا بقيم لعيب كوره كبني ادم وبيلعب كوره تمام إيه عاوز انا اللي قلت عشان مسلم مش انت تمام نروح الفيلم للفيلم يلا بينا اتفرجوا على الحاجات الجامده دي بقى طبعا دي اول ده تاريخ 14 اغسطس 2002 دي اول مباراه يشترك فيها كريستيانو رونالدو مع فريق سبورتنج لشبونه دي اول مباراه يتعرف فيها 7 اكتوبر ده اول جول 7 اكتوبر 2002 ده اول جول يسجله كريستيانو رونالدو 10 سنين ولسه يعني كان اللي جاي كمان لسه الراجل مكمل من 10 سنين يعني زي ما انت قلت كان من حوالي 10 سنين اول لما شارك في 2002 او يعني بدايه موسم 2002 2003 المراحل بقى اللي عدى بيها كريستيانو رونالدو لغايه لما وصل المحطه الاخيره اللي انت شايفها على الصوره في ريال مدريد والاسم الشهير ورقم 7 دي صوره كريستيانو رونالدو في ماديرا وهو صغير كريستيانو رونالدو وهو في الفريق اللي طلع منه ناسيونال دا ماديرا وهم معلمين عليه علامه بالاحمر دي لقطات ليه مع سبورتنج لشبونه النادي الشهير اللي ماديرا ده بيلعب فيه صالح جمعه دلوقتي تمام صح وغزال وعلى فكره تعادلوا النهارده في الدوري 2-2 وصالح جمعه شارك لعب كويس كويس دي لقطات لي في الدوري البرتغالي طبعا سبورتنج لشبونه كابتن خالد حدث ولا حرج لانه بيطلع اجنحه غير طبيعيه يعني كان مطلع لويس فيجو قبل ما ينتقل ل
برشلونه كان عنده 18 سنه هنا. هنا بقى كابتن خالد يعني الفيلم معمول بطريقه روعه 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 بصراحه. بيجيب لك مهاراته طبعا. هو يعني مش محتاج ان احنا نتكلم على كريستيانو رونالدو، اعظم فوتورك لعيب في العالم في وهو بيجري بالكوره او هو بيعمل فنت بالكوره، وهو بيجري بالكوره بيعمل دريبل، الكوره ما بتهربش منه خالص، مهاري بصوره مخيفه، بيسدد بصوره بيتكلموا مع العضلات. يعني لقطات لكريستيانو رونالدو بتبين هنا طبعا. اول سنه ليه في ريال مدريد لما كان لابس 9، لان راؤول كان ما كانش لسه مشي وراح شالكه، نجم بقى نجم اعلانات نظرا لتالقه الكبير. هو بيصور نبيل اكتر نبيل مجدي جسمه حتى. نبيل مجدي فودة بعت لي بيقول لك انا مسلم ابوند واخواتي اسمهم احمد ومحمد وعبد الرحمن. لكن لو لكن عايز اقول لك ان هو هنا دي لقطات ليه في الاعلانات، زي ما قلت لك قطعت بس في الاعلانات علشان ما تبقاش دعايه. دي واحده من ضمن الاعلانات اللي صورها. اللقطات ليه مهمه في مع النادي البرتغالي سبورتنج لشبونه، هيجيبها لك بقى بالتسلسل. هو طبعا كان بيلبس 28، وزي ما قلت لك ده الرقم اللي كان عاوز يلبسه في مانشستر يونايتد، وكان بيلعب برضه في الطرف الشمال، كان مهاري من اول لمسه ليه، وكان جماهير سبورتنج عارفه ان في عندها مهاره يعني عنده موهبه طالعه في الطريق زي لويس فيجو، زي ما قلت لك، لان لويس فيجو طالع من سبورتنج قبل ما يروح برشلونه. باين طبعا على وشه كمان هو كان صغير. المباراه بقى كابتن خالد اللي هتيجي اللي لعبت دور كبير جدا في وحولت مسار كريستيانو رونالدو من البقاء في الدوري البرتغالي وانتقاله لمانشستر يونايتد. زي ما قلت لك القصه الطويله اهو ده طبعا هو بيوريك انه برضو فضل مكمل لحد لما اصبح نجم في منتخب البرتغال. ده هدفه في منتخب هولندا في يورو 2004 لما سجل من ضربه راس ركله الجزاء اللي سجلها في يورو 2004. دي ماديرا، مدينه ماديرا اللي اتولد فيها نادي سبورتنج لشبونه الملعب. بس طبعا ده وقت لما هو كان بيلعب الملعب ده ما كانش اتبنى، كانت وقتها الملاعب بتتجدد. دي مباراة مانشستر يونايتد يا كابتن خالد اللي انا كلمتك عليها، دي الودية؟ دي الودية اللي دي اللي سبب انضمام دي اللي سبب انتقال لمانشستر يونايتد. تمام. دي المباراة اللي انتهت بفوز سبورتنج، يعني بلغة الكرة ارهق مدافعين مانشستر يونايتد في الوقت ده. بص مهاري هو كريستيانو رونالدو، يعني ما فيش حاجه اتغيرت. سريع جدا بالكوره، بيغير اتجاهات جسمه بصوره مخيفه، بيسدد من اي حته في الملعب، فوتورك على اعلى مستوى، دريبل على اعلى مستوى، تغير اتجاهات جسم بالكوره، بلغه الكوره ارهق اوشي قبل ما يمشي طبعا من مانشستر يونايتد. تعب جدا ريو فيرديناند، تعب نيكي بات، تعب فليتشر، تعب كل اللي كان بيجيله بلغه الكوره كان بيرقصه. وفايد ده في الشوط الاول. ده أوشي حتى كان بيلعب باك رايت، حتى السير أليكس فيركسون يعني لعب له لعيبة صغيرين في السن يا كابتن خالد علشان يقدروا يجاروه شوية. يعني ما يبقاش الراجل في فارق سن مثلا بيلعب على واحد معدل العمر عنده كبير، فيبقى في فارق سرعة. لعب عليه يعني لعيبة معدل أعمارها صغيرة، ومع ذلك مهارة كريستيانو رونالدو كانت باينة جدا في المباراة. زي ما قلت لك المباراة دي انتهت بفوز سبورتنج 3-1. بص مهارات غير عادية، يعني هرى أوشي، يعني فات من أوشي بكل كان الطرق. كان عامل خصلات في شعره يا مين. كان عامل تفتيح شوية لون شعره. حتى بص يا كابتن خالد في الكوره دي ارجع معلش اوائل، بدا اتنين كمان يقفل معاه يا كابتن خالد. بص ثلاثه جايين يقفلوا معاه. خلي بالك ده الشوط الاول، ده الشوط الاول، لان خلي بالك الشوط الثاني انا فاكر المباراه دي سبورتنج كان بيعمل دعايه للتيشيرت الاواي، يعني لبس الذهبي او الاصفر الكموني ده. تمام. في الشوط الثاني اهو، ده الشوط الثاني، لان كانوا في اول الموسم فبيعملوا دعايه للتيشيرتين اللي هيلبسهم سبورتنج. غير طبيعي، سرعه غير طبيعيه بالجري بالكوره. ريو فيرديناند مش عارف يجيله يمين ولا شمال، بياخد نيكي بات على الثابته وبيفتح اللعب. فليتشر رقم 7 كان طبعا قبل ما يروح هو بعديها بايام ينضم لمانشستر يونايتد ويقلعه رقم 7. يعني بيعمل كل حاجه في الكوره، بيفوت بيسدد بيعمل كل حاجه، فكان متالق بصوره ملفته للنظر. خلى ماتش ودي. ده في مباراه وديه. خلى لاعبي خلى اليكس فيركسون يسال على كارلوس كيروش مين ده، يعني كان فين الراجل ده. بص المهاره كابتن خالد، ايه الجراءه دي؟ يعني راجل بيلعب مع الفريق الاول، فايه الجراءه دي؟
يعني ازاي يعمل كده قدام مانشستر يونايتد وما ادراك ما مانشستر يونايتد في 2002. يعني مانشستر يونايتد دلوقتي بس نتائجه مش كويسه, فجابوا يمين كمان يا كابتن خالد, يعني جه بقى يمين تعبهم برضو في الجبهه اليمين. يعني هو لو خدت بالك في الشوط الاول ونص الشوط الثاني كان بيلعب في الطرف الشمال, هنا جه يمين بص السرعه ضرب مصيده التسلل اللي اتلعبت له في ظهر المدافعين, لكن طبعا ايه حته انه لسه ما كانش بيعرف يجيب جول دي اللي بقى طورها. بص يا كابتن ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي بياخد فليتشر على الثابته وبيفوت, يعني بيعمل كل حاجه في الكوره كل ده ماتش عمره ده هو طبعا حاول نتيجته يعني حاول حياته. بص الاثنين بيجوا الراجل بيلعبها بكل ثقه, اثنين بيضغطوا عليه وبيرجع له تاني وبيسند عليه, بص الاثنين مضغوطين عليه وبيحطها من بينهم في النص. فطبعا كان متالق بصوره ملفته للنظر في المباراه, خلى عين الصقر أليكس فيركسون يعني يهتم بيه. ده ديفيد بيكهام ده هو بقى بيبين لك ان في الوقت ده ديفيد بيكهام النجم الشهير اللي قعد فتره طويله جدا مع مانشستر يونايتد هو اللي بيعمل كل حاجه, بيسدد فاولات, هو كان النجم الاشهر في مانشستر يونايتد طبعا مع رود فان نيستروي. دي لحظه انضمامه مع كليبرسون اللاعب البرازيلي, اول لاعب برازيلي في تاريخ مانشستر يونايتد, ودي اول مشاركه لكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد, لكريستيانو رونالدو مع المانيو في قدام بولتون في الدوري الانجليزي اول مشاركه خالص. بص يا كابتن خالد ارجع وقال معلش لغايه لما تقف القميص رقم 7 بمانشستر يونايتد عشان تبقى واخد بالك كابتن خالد اللي انت هتشوفه دي ابرز حاجات عملها مع مانشستر يونايتد بعد الالقاب اللي حققها مع مانشستر يونايتد. هتتفرج على حاجه غريبه جدا, هو الفيديو بيوري لك ان الناس كلها عارفه كريستيانو رونالدو بيسجل بالقدم اليسرى بالطريقه دي, بيجيب لك هو بيسجلها بنفس الطريقه دي, بيسجل مع مانشستر يونايتد ومع ريال مدريد تمام. بيسجل براسه مع مانشستر يونايتد بنفس الطريقه ومع ريال مدريد بيسجل بيمينه بنفس الطريقه هنا وهنا, الفاولات هنا وهنا, بيعمل كل حاجه فهو عاوز يوري لك ان انت عارف ان كريستيانو رونالدو هيعمل كده, قادر توقفه محدش عارف يوقف كريستيانو رونالدو سريع. فاحنا بنعرض الاهداف ونفس الطريقه اللي بيسجل بيها هي هي, يعني ست مواسم مع مانشستر يونايتد, الالقاب اللي حصل عليها, الدوري الانجليزي, الواحده كاس الاف اي كاب, اتنين السوبر, دوري ابطال اوروبا سنه 2008, والتالق الكبير لكريستيانو رونالدو, الكاس العالم للانديه بيسجل. بص بقى كابتن خالد هتبدا الاجوال المتشابهه اللي بيسجلها هي طبعا الكره الذهبيه واول لقب والحذاء الذهبي, لان كان موسم 2007 2008 كان موسم تالق فيه كريستيانو رونالدو, حصل فيه على القاب كبيره جدا, الكره الذهبيه والحذاء الذهبي. ده العرف اللي اي لعيب مدريدي لازم يروح النادي لازم يقول 1 2 3 على مدريد, يعني تحيا ريال مدريد. يعني بيوري لك بقى طبعا ان رحيله او لريال مدريد هيخلي قد ايه مانشستر يونايتد يفتقد لعيب زي بقيمه كريستيانو رونالدو. كورتوا طبعا الحارس البلجيكي لاتلتيكو مدريد اللي اتهرى اهداف من كريستيانو رونالدو, ده اللي بقول لك بقى عليها كابتن خالد. هنا الاهداف الطرق اللي بيفوت بيها من الناحيه الشمال هي نفس الطرق اللي بيفوت بيها من الناحيه اليمين, بيعمل عرضيات, هو بيوري لك ان هو عوض غياب ديفيد بيكهام وكان بيصنع بيعمل الكرات العرضيه اللي كان بيعملها. ايه ده يا عم ده شماله جامده قوي كابتن خالد, كريستيانو رونالدو انت بتتكلم في ايه, الراجل مسجل هدف بشماله صاروخ في نص الجول, الراجل مش ملاحق يعمل حاجه, بيفوت من الناحيه اليمين بيفوت من الناحيه الشمال, ده الكروس اللي عمله لفان نيستروي, لا ده فورتشن لاعب جنوب افريقيا هو اللي كان سجل. هو هنا بقى بيوري لك انه بعوض, ده الكروس اللي عمله ديفيد بيكهام لرود فان نيستروي, فبيوري لك ان هو عوض غياب كريستيانو رونالدو, بل كمان كان سكورر او بيسجل اكتر من كريستيانو رونالدو. الهدف الشهير ايه, بص يا كابتن خالد ايه الجاريه دي, ايه الجاريه دي وايه الفينش ده, يعني ازاي لعيب بيقطع الملعب كله كده في مباراه قدام ارسنال ومركز وهو بيعمل كانه بيعمل تاكلينج, وده هدفه في ارسنال لما راح واستفز جماهير ارسنال لما حطها بشماله على شمال المونيا, وقعد جماهير ارسنال كانت بتصفر عليه, قعد يقول لهم اسكتوا بقى خلاص. السرعه الرهيبه, الدريبل الرهيب اللي بيسجل بيهم وبيفوت بيهم من اي مدافع. جاب كم جون في حياته, 400 وحاجه, هقول لك الارقام كلها بتاعته طبعا. مع كل نادي لعب له الطرق بقى كابتن خالد هتيجي اللي قلت لك عليها دي, مع ريال مدريد الفاول اللي بيحير كل حارس,
اللي بيحطها بتبقى في صوره كرباج، يعني الكره بتبقى كانها عاليه وبتيجي قبل ما توصل للمرمى وبتنزل على طول فوق الحارس. المهاره الغير عاديه، الجسم الغير طبيعي اللي ايوه ايه ده يا كابتن خالد؟ ارجع وائل معلش اقف كده، وهو شادد جسمه. ايه ده؟ ايه الجسم ده؟ ده ما فيهوش حته. ايه ده يا كابتن خالد؟ ايه الوسط الرفيع ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اقف 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 اقف. ايه ده؟ ما فيهوش حته دهن زياده. ايه ده يا كابتن خالد؟ نسبه الدهون في جسمه لا تتعدى 3%. ياه. يعني عارف كان في التلفزيون الاسباني كانوا بيتكلموا عليه ان هو وهو بيبقى قاعد مع زوجته مثلا وهو بيتكلم بيقوم عادي جدا يوم مثلا عامل 30 ضغط. لا ما تهزرش. وحياه ربنا ما بهرج. ارجع تاني ارجع للتامر. وهو كده. مثلا هو قاعد بيعمل ايه؟ وهو قاعد مثلا مع زوجته بيتكلم بيقوم لاعب مثلا 30 بطن. يعني مثلا قايم كده يعني مثلا مساء الخير انت عامله ايه؟ وهو بيتكلم عادي مثلا بيتفرج على تلفزيون يعني حاطط حاجه بيشربها. عايز كل حاجه هي حياته رياضه كلها. انت شايف ده جسم بني ادم طبيعي؟ يعني واحد مخلي باله من صحته، واحد مخلي باله بيحب التمرين جدا. بياكل اكل معين يا تامر؟ بالتاكيد يا كابتن خالد لعيب بيتصرف عليه ملايين فاكيد بيتغذى غذاء صحي عشان يبقى جسمه بالمنظر اللي انت شايفه ده. الاهداف بتاعه ريال مدريد هدفه في فيا ريال اللي قطع الكره من قبل نص الملعب ده في اول موسم ليه زي ما قلت لك لما كان لابس 9 وبيسجل في فيا ريال من قبل نص الملعب وهو بيواخد الناس كلها. الفوتورك الرهيبه المخيفه بتاعته بيفوت من اي حد. ده نجوتي المدافع الفرنسي لبولتن لا حول له ولا قوه. الراجل بيسجل بشماله بيفوت من الناحيه اليمين بيصنع بيفوت من الناحيه اليمين وبيصنع بالرجل الشمال. يعني كريستيانو رونالدو يعني في غنى عن التعريف. صاروخ كابتن خالد بيسجل هدف في مع ريال مدريد. هي الاهداف ماركه كريستيانو رونالدو بالشمال برضو بيفوت وبيسجل مع مانشستر يونايتد وبيفوت وبيسجل بالرجل الشمال مع ريال مدريد. لقطات ليه مع مانشستر يونايتد امام رايو فايكانو ثلاثه بيقابلوه ثلاثه ضيقين عليه مساحات ومع ذلك الراجل يعني بيحصل على ضربه ركنيه. قد ايه الراجل ده بقى يعني مرعب لاي في جوان بكعبه جامده جدا فاكرها في رايو برضو بس كان وقتها ريال مدريد لابس احمر. ده من احلى الاجوال اللي سجلها صحيح قدام رايو اللي حطها بالكعب وظهره للجول. بص يا كابتن خالد هي نفس الطريقه معلش وائل ارجع لدي اخر حاجه معلش هترجع هنا بيوري لك بقى ابتداء الاجوال المتشابهه. يعني لو وائل رجع في مانشستر في واحده ملعوبه بالعرض على الارض دخل حطها ببطن رجله بعديها على طول بيجيب لك واحده ملعوبه بالعرض على الارض مع ريال مدريد. في واحده قبليها بقى وائل لمانشستر يونايتد لو رجعت قبل دي لمانشستر يونايتد تمام يعني هي ملعوبه برضو هي بيجيب لك بقى من هنا ابتداء من كده من الاجوال دي هي وكلنا عارفين ان كريستيانو رونالدو بيسجل بالطريقه دي بس كم واحد قادر يوقف كريستيانو رونالدو لانه مرعب. هتتفرج على الاجوال ركز بقى كابتن خالد في الاجوال المتشابهه اللي بيسجلها هنا وهنا مع مانشستر يونايتد لاني بعتبره أليكس فيركسون لعب دور كبير جدا في تطوير اسلوب ولعب كريستيانو رونالدو لان كان في اول لما انضم لمانشستر يونايتد كابتن خالد ابويا الروحي كان بيتقال الصحف البريطانيه بتتهمه شويه ان هو شوي يعني بيلعب من اجل بس العرض وان هو ان هو بيوري ان هو عنده مهاره وان هو عنده معلش يلا مش مشكله تمام دي بيسجل من ضربه راس مع ريال مدريد بيسجل من ضربه راس. هنا كره بالعرض على الارض لريال مدريد هنا كره بالعرض اهو نفس الجول هتلاقي برضو كره بالعرض على الارض وقطع فيها على القائم البعيد مع مانشستر يونايتد ده الهدف لريال مدريد بالقدم اليسرى اللي سجلها الفاولات بيحط نفس الفاول ده مع مانشستر يونايتد نفس الفاول بالظبط مع ريال مدريد هي نفس ضربه راس وقاطع فيها اللي جوه ضربه راس ليه هو لعيب مميز في كل لاعب في كل لاعب في العالم يا جماعه بيبقى ليه موهبه في واحد بيلعب بدماغه كويس قوي بس ما بيعرفش يرقص تمام الفوتور مهاره ده مهاري شويت بيلعب برجله اليمين بيلعب برجله الشمال بص دخل لجوه وشاط بيلعب براسه جسمه قوي طويل بص دخل لجوه وشاط الفوت ورك بتاعه فظيع يعني فات لبره فات لبره عمل فنت وفات لبره وحط بشماله بالظبط وادي اهي برضه هنا دخل لجوه يعني نفس الطرق اللي بيسجل بيها هنا دخل لجوه وشاط زي بتاعت هنا ملعوبه بالعرض على الارض ودخل وحط هنا ملعوبه بالعرض على الارض ودخل حط يعني نفس الطرق اللي بيسجل بيها هنا دخل لجوه واتلعبت له في ظهر المدافعين هنا دخل لجوه واتلعبت له في ظهر المدافعين فاول بيحطها في البعيده بالظبط اختها مع ريال مدريد فاول وبيحطها في البعيده
هي نفس الطريقه هنا فاول وبيحطها في نص الجول هنا لا دي مع مانشستر يونايتد دخل لجوه وحطها في الزاويه البعيده دي دخل لجوه وحطها في الزاويه البعيده خلي بالك الاحمر ده ريال مدريد برده بس التيشيرت الاوي ودي رجله الشمال اتلعبت له بالعرض واستلم وعليت وحطها نفس بص يا كابتن خالد نفس الوقفه بنفس الحطه في الزاويه البعيده بكرباج نفس الوقفه هي صحيح مين اللي يقدر مين الجول اللي يقدر يتصدى لحاجه زي كده نفس الفوتورك ايه ده صحيح ضربة ضربات الراس من ضربة ركنية لا لعيب كامل بصراحة طبعا يمين شمال سرعة قوة مهارة دريبل راس ذهبية فوتورك فوتورك بيقف في الهواء يعني طبعا عشان بس ما يقولوش ان بطلع فيه دي ضربة الراس بص يا كابتن خالد ارجع معلش يا ولد دي بقى بص وقف فين فوق في طالع فوق مدافعين روما في اليويفا تشامبيونز ليج بص طالع فين يا كابتن خالد طالع فوق كل المدافعين وطالع شوطه بدماغه في مرمى روما في اليويفا تشامبيونز ليج نفس الاجوال اللي بيسجلها هي اللي بيسجلها مع حتى نفس الاحتفاليه بيسجلها هنا النهائي الهدف النهائي في نهائي دوري ابطال اوروبا من ضربه راس في تشيلسي هو ده الهدف بيسجل برده زيه مع ريال مدريد ده الهدف اهو بيسجل برده زيه مع ريال مدريد هي نفس الاحتفالات اللي بيرفع فيها ايديه لفوق هي نفس الاحتفاليه اللي بيحتفلها هنا وهنا يعني عايز اقول لك هنا بيوري لك ان هو قد ايه بيحب التمرين قد ايه بيخلص في التمرين قد ايه بيهتم في التمرين اسامه عبد الحفيظ بعت لي على 010 112 بيقول لي رونالدو بيلعب لمراته كم ضغط ولعبتنا جابوا لنا الضغط ده اسامه عبد الحفيظ من كفر الشيخ تاني. طبعا هنا بقى نجم قبل بقى يبقى ما يبقى نجم اعلانات يا كابتن خالد حتى الشركات اللي بترعى اللاعبين الملابس الرياضيه بقت بتعمل له قياسات وحاجات بقت حاجات مخيفه يعني الراجل تسديدته بقت هتشوفها في هم بيعملوا بتكسر كام لوح ازاز جريته بقت عامله زي العدائين العاب لعيبه العاب القوه بيقطع ال 100 متر في قد ايه يعني قد ايه بيوري لك هي كنايه عن سرعته بص سرعته في الملعب كانها بتوازي سرعه لاعبي العاب القوه حتى هيجيب لك لقطه البولت اسرع بني ادم في العالم حتى في الجامب بتاعه في القفزه بتاعته اهي بينافس بيها القفزات بتاعه بص ضربات الراس وهو بيطلع فوق اي مدافع وبيلعب ضربه راس وبيوجهها كمان مش بس بيطلع فوق اي حد يعني بتوازي او بتنافس القفزات لاعبي الام بي اي فيعني رياضي شبه متكامل حتى مش بس لعيب متكامل تسديداته التنشين اللي بينشنها كورتوا برضو اتهرى من كريستيانو رونالدو الفاولات اللي بيحطها ده هدفه في أرسنال في اليويفا تشامبيونز ليج التسديدات بتاعته في الهدف الشهير بتاعه في ريال ساراجوسا التسديدات بتاعته هي وهي بيوري لك التسديدات بتاعته ودقتها سواء في الزاويه وقوتها اهي في القوه يا كابتن خالد بتكسر كام لوح ازاز الكره كسرت اللوح الازاز الثاني قبل ما الكره توصل للوح الازاز الثاني يعني ده اندفاع الازاز الاولاني كسر الثاني اللوح الاولاني الازاز اللي طالع منه كسر الثاني من قوه التسديدات بتاعته دي في اف سي زيوريخ الكره كانت في نص الجول ومع ذلك خدعت الجول لانها من قوتها رايحه له عامله زي الكرباج وقويه جدا في نفس كورتوا اتهرى زي ما قلت لك من رونالدو ما بقاش عارف يعمل ايه مع كريستيانو رونالدو مره في نص الجول مره في اليمين مره في الشمال راجل بيحط الفاولات زي ما الكتاب بيقول طبعا لازم كنا نديله حقه لانه افضل لاعب في العام 2013 فكان لازم نعمل له حاجه ده هدفه اللي رفض اللي احتفل في الهدف ده كان في سبورتنج لشبونه كابتن خالد بس معاه مش عشان فرقته فرقته القديمه كل اللي عمله بس اللي هو علامه تعجب يعني هو بيعمل يعني بقول لك بيعمل نفس حركات هنا كابتن خالد بيوري لك بص حتى النظره في المنافسه بص بيبص لميسي ازاي وكانه بيقول له انت عاوز تفوت مني انا راجع اعمل معاك واجب دفاعي هنا بيوري لك ان هو واحد من افضل لاعبي في لعيب العالم بس تقدر تقول كان محروم من الجائزة لان كان فيه برضو مصيبة تانية بتلعب مصيبة في نفس تانية. العصر صحيح. وهو عصر رونالدو ميسي او ميسي رونالدو يعني ده برضو مصيبة برضو يا كابتن خالد ما ده هدفه برضو في ريال ساراجوسا ايه ده يعني ايه اللي بيعمله برضو التاني في الكورة بص برضو ابن لذينة برضو ميسي مش سهلة يا جدعان
فبيقول لك ان احنا اصبحنا خلاص في عصر رونالدو ميسي يعني الاثنين بيلعبوا في وكانهم من كوكب تاني خالص، الاثنين بيتنافسوا ولقطات ليهم هم اللقطات اللي بتجمعهم وبينهم وبين بعض. ابرز الاهداف اللي ليه ده مع ريال مدريد قدام بيتيس السنه اللي قبل اللي فاتت، ده فوزه بالكره الذهبيه اول مره سنة 2008. هو بيوري لك الفوز ميسي بأكتر من مرة وأربع مرات متتالية بالكرة الذهبية، يعني خلاص زي ما احنا قلنا احنا في عصر زي ما قلت كورتوا. رونالدو ده معجزة يا كابتن، ده بكل أندية الدوري وبلعبتنا أحمد علي القط من ديروت. وقال حد بعت لي لعيبة مصر ملهاش إلا في الأكل والسهر، للأسف ما بيعرفوش يعني إيه كرة قدم. والله الناس زعلانه برضو، عشان تعرف اللعيبه برضو ما يقعدش يركزوا في الفلوس، اتعب واجتهد، سعرك هو اللي هيعلى من خلال ادائك. تمام، يعني بص الهدف كابتن خالد لم الراجل عمل نشوط بشماله ولم دخل بيه لجوه وحطها ببطن رجله في الزاويه البعيده، يعني بيعمل كل حاجه، بيسجل بيمينه بيسجل بشماله. هدفه في برشلونه ضربه الجزاء اللي سجلها في برشلونه، لان كان زي ما قلت لك كان في الاول كان بتتوجه له انتقادات وان ان هو ما بيظهرش في المباريات المهمه وما بيسجلش في ديده في قدام برشلونه، اهو بيسجل قدام برشلونه وبيسجل هدف المباراه الوحيد في نهائي الكاس من ضربه راس في ملعب المستايا بملعب فالنسيا اللي لعبها له دي ماريا. تمام، الكروس اللي اتعمل وطلع بدماغه حطها، ده الهدف اللي سجله في السوبر الاسباني لما سجل هدفين مره واحده في المباراه وده كاس السوبر، دول الهدفين اللي سجلهم وهيحتفل بالكاس مع مواطنه بعد كده بيبي. حتى بص ايده، ارجع معلش يا وائل، بص ايه الايد دي يا كابتن خالد، بص ايده الشمال وهو ماسك الكاس. ايه ده؟ هو تمعجب بالعضلات يعني كم. لعيب كوره واخد باله من نفسه، يعني لعيب بيحب التمرين. بص جسمه عامل ازاي يا كابتن خالد، يعني راجل عضلات بطنه عامله ازاي، صدره عامل ازاي، وسطه قد رفيع، رجليه طويله، رجليه يعني هو حتى بنفسه احيانا بيجيب اجوال وبيرفع الشورت شويه لفوق بيقول لهم هي العضله دي اللي ما بترحمش، فيعني فعلا لعيب ما بيرحمش. يعني اتفرج على التسديدات بتاعته، الراجل هيعمل لها ايه برجله الشمال من زاويه ميته تماما بيجيب جول، اهو ده الهدف من كل زاويه، الراجل المخرج عادها لك من كل زاويه، لان يعني الراجل بيسجل جول وظهره للجول وبالكعب كمان وبيوجهها في الزاويه البعيده، فكان لازم نديله حقه، ده هدفه الشهير في مان سيتي في اليويفا تشامبيونز ليج السنه اللي فاتت، كانت المجموعه القاتله ريال مدريد ومان سيتي ودورتموند. فراجل بيسجل بكل حاجه، بيمينه بشماله بضربات راس، كان لازم نديله حقه لانه افضل لاعب في العالم 2013 زي ما كان متوقع. بشكرك يا تامر. بشكرك كابتن خالد، ويا رب نكون ادينا لكريستيانو رونالدو حقه. وما زال الرياضه العالميه مستمره بكره ان شاء الله. اروح انام علشان الحق هروح انام وهنلعب لسه بكره، عندنا كل الدوريات اتلعبت سبت وحد، عندنا ماتشات تشيلسي ومانشستر يونايتد، عندنا ماتشات تقيله كمان، الدوري الاسباني اللي ولع يا كابتن خالد، برشلونه تعادل ريال مدريد بقى تحت برشلونه واتلتيكو مدريد بنقطه 51-50. تمام، عندنا حلقه مميزه بكره ان شاء الله مع تامر بدوي وتكمله لاحداث الاسبوع في كره القدم العالميه مع تامر بدوي. بشكره مره اخرى، واعتقد كده تامر يعني اللي بيحب كريستيانو رونالدو راجل عمل اللي عليه النهارده وعداه العيب وازح النهارده تامر بدوي. بشكر وائل همام مخرجنا المميز، بشكر محمد فتحي رئيس تحرير، علاء الوتيدي المنسق العام، بشكر جدا مصطفى صلاح وامير نبيل في اعداد حلقه النهارده، بشكر ايضا ايمن سالم ومحمد هشام في الانتاج، وبشكر مراسلين النشطاء عندنا محمد فوزي، عندنا طارق هاشم، عندنا مين تاني يا جماعه، كريم حمدي، محمد ساهر، اسلام مجاهد، صلاح العقده، كل الناس، حازم علي معايا النهارده من السويس، بشكركم جميعا وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقه، هشوفكم بكره وحلقه جديده من رياضه اليوم، تصبحوا على 1000 مليون خير.